مباشرة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ شريف عثمان، الأمين السياسي بحزب المؤتمر والقيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير. أهلا بك بداية. أستاذ شريف، بحكم الجغرافيا والتاريخ، حين تكون هذه الدعوة من مصر لهذه الاجتماعات الأمر يكون مختلف. نعلم تماما كانت هناك دعوات من دول مختلفة، اجتماعات في أماكن كثيرة كلها كانت بغرض لم الشمل السوداني، لكن أعود إلى فكرة العلاقات المصرية بحكم الجغرافيا والتاريخ لها خصوصية معينة كما تعلم، فإلى أي درجة يمكن البناء بداية على هذه النقطة؟ والموقف المصري شديد الوضوح من الأزمة السودانية هو حيادي بامتياز، وهو يرفع شعار السودان الموحد منذ اللحظة الأولى. أولا شكرا جزيلا لك، وشكرا لتلفزيون الظاهرة ولكل المستمعين الكرام. عزيزة انعقاد هذه الغمة يوم المسد الذي تجمع أفراد الدول الجوار السوداني هي أمر مهم، ومن الممكن أن تلعب دور كبير ومؤثر وحاسم في إيقاف هذه الحرب واتخاذ اتجاهات أخرى حل سياسي للأزمة تفاوضي. هذا بحكم الأواصر الكبيرة والمشتركة التاريخية ما بين السودان وما بين جمهورية مصر العربية. هناك تاريخ كبير مشترك ما بين البلدين وما بين الشعبين. فبالضرورة السودانيين أيضا هم يرحبون دائما بشكل دائم بأي دور تقوم به مصر، هو دور إيجابي في سبيل إنهاء هذه الأزمة ومساعدة السودانيين في الخروج من هذا النفق المظلم الذي بدأ منذ 15 من أبريل الماضي، ونحن الآن ندخل في نهايات الشهر الثالث لهذه الحرب اللعينة ولم تفلح كل المبادرات. صحيح جرت مبادرة السعودية الأمريكية حققت نجاحات معقولة بالاتفاق على مبادئ، ومن ثم أكثر من هدنة لم يتم الالتزام ببعضها، والتزام فقط بعدد قليل من هذه الهدن. كانت هناك دعوة من الإيجاد وانتهت قبل أيام بغياب ممثلي القوات المسلحة من هذه الاجتماعات. لذلك أعتقد أن هذه الغمة غمة مهمة، وممكن أن تناقش ثلاثة قضايا رئيسية. أعتقد من الممكن أن تخرج فيها توصيات مهمة تسهم بشكل كبير في معالجة عدد من المسارات. أعتقد أن القضية الأولى التي من الممكن مناقشتها هي القضية المتعلقة بكيفية توحيد المبادرات. أيضا عن تعدد المناظر وكثرة المناظر، هذا أمر قد يضر بالقضية ويجعلها محل للتنافس السياسي. لكن قيادة مصر لاتفاق واسع حول دول الجوار بمشاركة فاعلة وتوحيد كل هذه المناظر، سواء كانت جهود الإيجاد أو جهود الاتحاد الأفريقي أو جهود السعودية الأمريكية، توحيد هذه الجهود في منبر واحد موحد، هذا الأمر سيكون في حل. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية؟ النقطة الثانية هي مرتبطة فعليا بالوضع الإنساني للسودانيين الذين لجوا إلى دول الجوار. عدد كبير من السودانيين جاء إلى جمهورية مصر ورحبت بهم جمهورية مصر. هناك سودانيين في أثيوبيا، في تشاد، في جنوب السودان. عدد كبير من النازحين لجوا إلى هذه الدول تسهيلا الممرات الإنسانية لهم وطريقة وصولهم وتسهيل إجراءات دخولهم، ومن ثم الرعاية اللازمة، سواء كان الرعاية بمساعدات الغذائية في المناطق التي بها معسكرات لجوء في دولة تشاد حيث نزح لها أكثر من 200 ألف سوداني. وأيضا تقديم المساعدات المتعلقة بالرعاية الصحية والطبية، وسواء كان متعلقة بالتعليم وتسهيل الأطفال الذين وصلوا إلى هذه المناطق. القضية الثالثة التي من الممكن أيضا أن تتفق عليها، من المعلوم أن أي صراع في حالة وصول إمداد عسكري لأي من الأطراف المتصارعة الآن في السودان، هذا قد يمد في أمد الصراع ويصعد من عملية الوصول لحل سياسي. توافق دول الجوار بقيادة مصر بقطع الإمداد العسكري عن جميع الأطراف ومحاصرتهم والضغط عليهم للوصول لوقف دائم لإطلاق النار، أعتقد بمقدور دول الجوار لقى أدوار كثيرة في ثلاثة قضايا مهمة جدا، وبالإمكان الوصول لتوافق وإعلام بيان باسم الدول المهمة التي تحيط بالسودان، جنوب السودان وأريتريا وأثيوبيا وتشاد وليبيا، وبالتأكيد على مقدمتهم جمهورية مصر العربية. بالإمكان جمهورية مصر أن تقود في هذه الوجهة وإعلان ختامي لهذه الغمة، يصب
في الهدف الرئيسي الذي من اجله صنع تضامن هو انهاء هذه الحرب. صحيح. كما اعلنت الحكومه المصريه. شكرا جزيلا من القاهرة الأستاذ شريف عثمان، الأمين السياسي بحزب المؤتمر والقيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير.